عالسلامة ومرحبا بكم في كوجينة شيف هنداتي. الوصفة متاع اليوم جاتو بدقيق العبيدية. هذوما المكونات اللي حضرتهم. حضرت 250 غرام دقيق العبيدية، 150 غرام دقلة. الدقلة غسلتها ونحيت لها قلوبها، وحضرت 3 كعبات عظم، 150 غرام سكر ملحي، ساشي خميرة متاع جاتو، 250 مليلتر زيت، زيت نباتي باش نحط قرصه ملح في وسط دقيق العبيديه، وحضرت خلاط. توا باش نبدا في تحضير خبزه الجاتو، باش ناخذ قرصه ملح باش نحطها فوق دقيق العبيديه، ناخذ كساشي نتاع خميره الجاتو نحطو هكايا فوق الدقيق نتاع العبيديه، نخلط خميره الجاتو. هاني خلطتها، توا باش ناخذ الخلاط باش نحط 3 كعبات عظم، نحط السكر الملحي، نحط الدقلة. إذا كان معناش دقلة راهو نجمو نحطو التمر، التمر الحمرا اللي نعملو بها المقروض. نحط الزيت، هذوما 250 مليلتر زيت، وتوا باش نحطهم يتركزو الخليط هذايا كله باش نحطو يتركز. الخليط تركض، وكي نركضوه بالقدا حتى الخليط هكايا يبيض. وتوا باش ناخذ الشقاله نحط في وسطها دقيق العبيديه اللي حطيت له الخميره وقرصه الملح، نعمل هكايا حفره في الوسط، نصب اكل الخليط اللي ركضته، الخليط هاني كملت حطيتو. وتوا باش نخلطو بالركاضة اليدوية في وسط كل دقيق العبيدية، دقيق العبيدية هاني كملت خلطتو. وتوا باش نصبو في وسط المول، المول دهنتها بالزيت، نصب في وسطها الخليط هذايا، خبزة الجاتو هاني كملت حطيتها في وسط المول، والفور شعلته حطيته يسخن، وباش نطيبها في فور سخون درجة الحرارة 180 مدة 45 دقيقة. خبزة الجاتو اللي حضرتها بدقيق العبيدية طابت وحضرت، وهاني توا خرجتها من الفور، نستناوها تبرد 5 دقايق وبعد نقصوها وناكلو صحة وبالشفاء. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بالسلامة وشاهية طيبة.